مرحبا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة، نناقش فيه القضايا ونحكي حكايات المدينة ونعرض شخصيات لها بصمتها في الإبداع، فأهلا ومرحبا بكم. تشاهدون في هذه الحلقة مالكات المشاريع الصغيرة سواعد ناعمة في مهمة صعبة، دار العرائس في لحج معلم أثري يعود تاريخه إلى ما قبل الإسلام، أرزاق جبران ترسم ملامح مستقبل واعد في عالم الميك أب بعدن. مشاهدينا كما عودناكم في أولى فقراتنا جولة إخبارية سريعة نستعرض فيها أهم ما حدث من أخبار وفعاليات خلال الأسبوع. دشنت وزارة الصحة العامة والسكان في العاصمة المؤقتة عدن الحملة الطارئة للتحصين ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية. الحملة استهدفت على مدى أسبوع أكثر من 700 ألف طفل في إقليمي عدن وحضرموت بتمويل من منظمة اليونيسف. أقامت جمعية ملتقى الألوان في باحة منارة عدن التاريخية معرضا تشكيليا احتفاء بعيد الأم الذي يصادف سنوياً 21 من مارس، وجسدت اللوحات التشكيلية مكانة الأم في الحياة ودورها الفعال في الأسرة والمجتمع، وتزينت الفعالية بحضور عدد من الأمهات التي اعتبرن المعرض تكريماً جميلاً من الشابة المبدعات. اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن دورة تدريبية في مجال الصحافة الحساسة للنزاعات لعدد من صحفي عدن ولحج وأبين. الدورة هدفت إلى تأهيل الصحفيين في مجال صحافة السلام والمسؤولية الاجتماعية والتحرير الصحفي المتوازن البعيد عن تأجيج الصراعات وترشيد المسار الإعلامي في اليمن وتشكيل وعي إعلامي ناضج يتعامل مع الأحداث بكل مهنية ومسؤولية. بأفكار بسيطة ومواد محدودة خرجت فتيات لينفذن مشاريعهن الصغيرة لتشكل ثورة على الفقر وقهرا للبطالة. المشروعات الصغيرة باتت تشكل رافدا ماديا ومصدر دخل لكثير من الأسر اليمنية في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وانعدام المتطلبات الأساسية للحياة جراء الحرب التي تدخل عامها الرابع. ما فيش وظائف فأعطاهم المجال التجاري يعني وإيش يقولوا إيش انطلاقة كبيرة في سوق العمل. ما لقناش أشغال فرجعت أشتغل في هذه الأشغال يعني تجارة بسطات تجميل وعطورات وبخور ملابس. معنا بسطة في يعني جميع الحاجات مكياجات عطورات قزم أكلات كمان افتح شاهي كوفي معجنات كذا حاجة. التمكين الاقتصادي للفتيات الجامعيات ودعم الأسر المنتجة أحد أهم الأهداف التي لأجلها تأسس اتحاد مالكات المشاريع الصغيرة في عدن، لكنه يشكو من غياب الدعم الرسمي وضعف الإمكانيات ويتطلع إلى الإسهام الفعال في التنمية. وهي موهبة ومن زمان يعني بس دحين بفضل الدكتورة كلثوم والاتحاد قدرنا يعني نبرزها الموهبة حقنا وقدر نستفيد منها. شجعنا إحنا ويعني خلينا نبيع تجارتنا احنا ويوفر احنا وسول اخرى وسول بسيطه جدا بالتجاره. بالنسبه لي فهو اظهرني للعالم. اول كنت في البيت يعني اعمل على حد الجيران على حد، اما الان ما شاء الله تبارك الله فاعطاني انطلاقه كبيره. مشاريع صغيره تتبناها النساء هنا لمحاوله منهن لتحسين وضعهن المعيشي والدفع بشبح البطاله بعيدا على الرغم من الصعوبات الكثيره التي واجهنها وفي مقدمتها انعدام الدعم وضعف الإقبال. مشروعي أفكر فيه لي 3 سنوات وفي يوم وليلة سبحان الله ابتدأ انطلق في يوم وليلة، قلت بسم الله وتوكلت على الله بدأت برأس مال بسيط والحمد لله. في بدخل في برأس مال في بدأت الأكل في يعني داخل في بو. مشروعنا اسمه رجوانا ومشاركتنا عبارة عن تيمات زينة يعني حق كل المناسبات نسويها. بأفكار بسيطة ومواد محدودة استطاعت الفتيات اقتحام سوق العمل ليس فقط كعاملات وإنما كسيدات أعمال أيضا، ليثبتن للجميع أن للسواعد الناعمة دورا مهما في بناء الأوطان. منذ 15 سنة تقريبا بدأت أفعل تدريجا لما بدأت أعرف الأكثر، لأنه البخور يشتي عندك صنعة تكون لديك خبرة أكثر
مش اي واحد يجي بيصلحه بيتصلح. اتمنى انه مشروعي يكبر واكون كبيرة ان شاء الله اكبر باذن الله، ويكون معي محل بدل البسطة وهكذا باذن الله. طموحي يعني املك معمل خاص فيني حلويات فتافيت السكر. الأستاذة كلثوم النواصري رئيسة اتحاد مالكات المشاريع الصغيرة بالعاصمة المؤقتة عدن، أهلا ومرحبا بك اليوم معنا في هذا اللقاء. بداية أستاذة، لو تحدثينا وتعطينا نبذة، متى تأسس اتحاد مالكات المشاريع الصغيرة بعدن وماذا كانت أهدافه؟ في الواقع اتحاد مالكات المشاريع الصغيرة هو فرع من سيدات الأعمال، فإحنا كنا في الغرفة التجارية الصناعية بعدن نبحث عن البنات الشابات الجديدات اللي عاطلات عن العمل ولديهن شهادات جامعية وعندهم قدرة على أن يعملوا في مجال التجارة. فبعد الحرب مباشرة، كان في 1/1/2016، كان لنا لقاء مع كل الشابات الراغبات في الدخول بها مجال التجارة، وفعلاً قمنا في شهر فبراير سنة 2016 بعمل مهرجان وبازار في نفس الوقت، فكان ده بداية ظهور هذه الكتلة من الشابات اللي اختاروا مجال التجارة. فبصراحة كان العدد مهول، يعني من البداية بدأنا بأكثر من 140 فتاة. كان الاستعراض في الخليج مول، وفعلا يعني انبهروا الجماهير اللي زارت المعرض، لأنه البنات أبدعوا في منتوجات يدوية وفنية وإبداعات أخرى، ومنها طبعا بضائع، باعوا كثير من البضائع المختلفة. وكانت في هذه الفترة بعد الحرب كل المحلات تقريبا مغلقة، وكان الرجال معظمهم يعني جالسين في البيوت أو في الجبهات، فكانت بالنسبة لنا نوع من التحدي، كان بالنسبة للبنات نوع من التحدي لقهر الفقر وقهر البطالة. فالحمد لله نجاح المهرجان نجاح يعني كبير، وكتبت عليه كثير من الصحف وكثير من القنوات أجت وحضرت المهرجان. اليوم يعني هل تحققت هذه الأهداف أو جزء منها، تلك الأهداف التي قام عليها اتحاد مالكات المشاريع الصغيرة؟ هو سنة 16 و17، وهذه يعني بداية السنة، يعني في خلال سنتين أنا أستطيع أقول إنه البنات عملوا مجهود جبار فعلا. يعني كثير من البنات انطلقوا على مستوى الداخل، الآن يعني بدأوا يعملوا طلبات للمحافظات الأخرى، وكثير من البنات ظهروا الآن في السوق كيعني عاملات، منتوجاتهم بدأت تغزو الأسواق، وبدأ الناس يتقبلوا برضو فكرة إنه الفتاة تقدر تعمل شيء. فكثير من البنات الآن أبدعوا حتى في مجال الهندسة، في مجال إصلاح التليفونات، في مجال إصلاح اللابتوبس، في مجالات كثيرة، مقاهي الإنترنت، مقاهي الكوفي هاوس. المهم إنه كثير من البنات الآن انطلقوا في مجالات كانت تقريبا حصرا على الشباب. فالحمد لله في خلال هذه السنتين أنا بعتقد إنهم خطوا خطوة جبارة إلى الأمام. هناك من يرى أن اتحاد مالكات المشاريع الصغيرة هو مؤسسة ربحية يستغل المنظمات للحصول على المال، ما رأيك بهذا الكلام أستاذة؟ بالأمانة والواقع إنه لا منظمة منذ أن أنشأنا هذا الاتحاد لم نجد أي منظمة تدعمنا على الإطلاق. على الإطلاق، أولا الأوضاع في البلد طبعا كلنا عارفين إن احنا المنظمات غير متواجدة، هذا شيء بديهي. ثانيا مشكلتنا التسمية حقنا مشاريع، فمالكات المشاريع، هذه التسمية جعلت كثير من التجار يعتقدوا إنه قدكم أنتوا تجار، إيش عاد تقول على عندنا وتطلبوا. فهنا بصراحة نحن بأمس الحاجة، بصراحة بأمس الحاجة إلى بنوك داعمة. إحنا ما ننتظرش من المنظمات، أنت عارفة وأنا عارفة والكل عارف إن المنظمات لا تعطي فلوس. المنظمات إذا أجت تعطيك دورات،
تعطيك دورات تدريبية فقط لا غير. أنا إلى الآن في الغرفة التجارية لي أكثر من 20 سنة، لم أشهد أي منظمة أجت وعطت فلوس وقالت اعملوا فيها مشروع. كل المنظمات اللي تأتي دائما تجي تعطي لك دورات تدريبية لمدة 5 أيام 4 أيام. هذه أقصى حاجة يعني إحنا لمسناها في عدن. ما من التنسيق بينكم وبين منظمات أخرى تهتم بشؤون المرأة وتأهيلها؟ لدينا ورش عمل مشتركة فعلاً بعض المرات وقليلة جداً، لأنه زي ما قلت لك إحنا نمر في مرحلة صعبة جداً، عدم وجود المنظمات اللي تقوم بهذا العمل. يعني المنظمات هي اللي تعمل ورش العمل، هي اللي تعمل اللقاءات، هي اللي تعمل الدورات. فالآن عدم وجود هذه المنظمات في عدن بالذات، أصبحنا نحن نقوم بالعمل فردي، يعني مجهودنا كله فردي، لا يوجد لنا داعم ولا يوجد لنا سند. وحتى الغرفة التجارية الآن ما عادت الغرفة التجارية حق زمان، الآن أعضاء الغرفة التجارية نفسهم عندهم معاناة كثيرة، عندهم مشاكل تجارية، عندهم هم كمان ركود وجمود، فمن الصعب أنه نلجأ إليهم. لهذا إحنا الآن معتمدين على جهودنا الذاتية فقط لا غير. كيف تقيمين وضع المرأة المنتجة أو تحديدا مالكات المشاريع الصغيرة، كيف هو عملهن؟ طبعا هم البنات كلما ضغطت الظروف الاقتصادية عليهن تلاقيهم يبدعوا بصراحة أكثر وأكثر عشان يروقوا لبضائعهم. فالحمد لله أنا لاحظت أنه كثير من البنات زي ما قلت لك في الأول انطلقوا ووسعوا مداركهم ودخلوا في الإنترنت. الآن في الإنترنت عندي مجموعة كبيرة من البنات ما شاء الله عليهم يبيعوا ويشتروا من خلال الشوبينج بالإنترنت. وهناك كمان مجامع كبيرة الآن عملت جروبات فتتبادل الأفكار وتتبادل المعلومات وفي نفس الوقت تتصل بالخارج بنفس المجال يعني، وتأخذ منهم أفكار جديدة وبضاعة جديدة لو بالإمكان. لكن الآن الحمد لله يعني في تقدم ملموس، والسبب إنه معظم البنات الموجودات في الاتحاد هذا معظمهم جامعيات، فأنا يعني أفتخر بهم طبعاً، وحوالي 70% منهم جامعيات. لهذا هؤلاء الجامعيات بأمس الحاجة إلى إرشاد وإلى يعني رعاية من قبل الدولة، من قبل وزارة المالية، من قبل وزارة الاقتصاد، من قبل وزارة التجارة. هذه الوزارات هي المعنية، لكن لما تجي تقولي المنظمات لا تعطيك شيء، المنظمات لا تعطيك شيء. اللهم إلا إذا كان، أنا أتمنى أن تكون هناك وزارة زي المالية أو وزارة التجارة يكون فيها فرع لهؤلاء الشباب سواء كانوا بنات أو أولاد، للمشاريع الصغيرة، يعني يتبنوا المشاريع الصغيرة، يوجهوهم، يرشدوهم، يعطوهم أفكار جديدة، يعطوهم تمويل، لأنه هناك مبدعين. الآن في الجامعة قبل شهرين عملوا معرض للمبدعين للإبداع، وهؤلاء الشباب بحاجة ماسة إلى رعاية وإلى تمويل علشان مشاريعهم ترى النور، فأتمنى ذلك. هل هذه المشاريع الصغيرة التي تقوم بها الفتيات تشكل رافد مادي أو تدعم اقتصاد البلد في شيء؟ الآن طبعاً هذه المشاريع صغيرة جداً، لا تحسن من وضع البلد ولكنها تحسن من وضع الأسرة. يعني الفتاة اللي تقوم بهذا العمل التجاري على شكل بسطة، هي ما عندهاش محلات، يعني ما وصلناش، عندنا فئة عندها فعلا محلات ولكن الأغلبية عندهم بسطات، فهؤلاء يشكلوا رافد للأسرة، تحسين وضع الأسرة وإبعادها عن خط الفقر. طبعاً الأسرة دخلها يتحسن، لأنه طالما إنه البنت خرجت إلى العمل وطالما إنه في لها دخل فلا شك، بالذات البنت غير الولد، البنت عادة تكون ملتزمة بأفراد أسرتها أكثر،
فبتلاقي البنات اللي يشتغلوا تروح تصرفوا على أسرتها، فتعطي الأمها تعطي الأبوها، تشتري لأخواتها تياب تشتري. أنا أعتقد أنه يعني هذا شيء ملموس، كثير من الأسر تحسنت أوضاعها بسبب عمل بناتهم. ردود الفعل المجتمعية إزاء عمل هؤلاء الفتيات أو مالكات المشاريع الصغيرة كيف لمستيه على أرض الواقع؟ شوفي، المجتمع في عدن مجتمع منفتح مدني، وأنا أشوف أنه كثير من الناس يسألوني هذا السؤال، ما هو رد الفعل يعني عند المجتمع؟ أنا بشوف أنه مثلا إحنا في الغرفة التجارية، نساء في الغرفة التجارية، وجدنا تعاون كبير من التجار، يعني ما فيش أي تاجر سخر مننا، أو مثلا أي تاجر في الغرفة التجارية تضايق من وجود زميلة. لهذا أنا بقول أنه المجتمع هنا منفتح، والمجتمع هنا يقدر الآن المرأة، فكثير من البنات الآن مثلا تلاقيها في أسرة كلها أولاد، والأولاد نايمين وهي الوحيدة اللي تشتغل، لأنه لاقت تأييد، ولاقت مثلا بالذات البنت المستقيمة، أنا بقول البنات المستقيمات، البنات الجادات، يعني وجدوا فعلا تجاوب من المجتمع. وأنا أشكر الناس اللي تعاونوا معاهم، وأشكر كثير من اللي أحاولوا يعطوهم بضاعة ويأتمنوهم، أشكرهم جدا جدا. أستاذة، لو يعني تعملين لنا مقارنة بين فتاة الأمس وفتاة اليوم، كيف تقيمين عملهن ودورهم الفاعل في المجتمع خاصة في ظل الظروف التي نعيشها اليوم؟ طبعا أنا عشت في الزمن الجميل. أنا من الجيل اللي بصراحة كان كل شيء مسهل لنا. المقارنة ليست صعبة، لكن لكل جيل زمن، لكل وقت أدان. فبنات الجيل السابق كان لهم نشاط آخر غير التجاري، كانت نشاطاتهم اجتماعية سياسية، بالذات يعني أنا بقول عن المجتمع المحلي حقنا، كانت النشاطات كلها ثقافية سياسية اجتماعية. لكن الآن انقلب الوضع. الآن النشاطات الاجتماعية والثقافية تكاد تكون يعني اضمحلت. الآن الناس تعافر من أجل لقمة العيش، فتلاقي الأغلبية سواء كانوا شباب أو شابات، تلاقيهم كلهم يبحثوا عن كيف أطور نفسي، سواء بالعلم. الآن تروحي المعاهد كلها مليانة ما شاء الله شباب يدرسوا لغات، يدرسوا آي تي، يدرسوا هندسة يدوية فنية. لا يوجد سوق عمل فعلا، لأنه الأوضاع السياسية عندنا تكاد تكون يعني غير مستقرة. فمتى ما استقر الوضع، أنا بعتقد متى ما استقر الوضع مؤكد بيكون يعني في نوع من الإقبال ما بين التاجر والعامل والموظف، وبين الحكومة ومؤسسات الحكومة وهكذا، لأنه هو أخذ عطاء. فطالما أنه ما فيش استقرار، تكون طبعا الظروف كلها مدربكة. ما هي أهم الاحتياجات التي يحتاجها اتحاد مالكات المشاريع الصغيرة اليوم لينهض؟ نحن بأمس الحاجة بصراحة إلى مقر أولا قبل كل شيء. لا يوجد لدينا مقر، وطبعا لو أخذنا مقر لابد من أنا إلى الآن أقول لك بالأمانة ما يدفعوش البنات أي شيء بالمقابل العضوية، ما يدفعوش أي شيء. وأنا أعتقد أنه المقر أهم حاجة، فإذا وجدنا مقر ووجدنا في المقر محتاج احتياجات المكاتب، أعتقد هذا أول حاجة يعني ممكن نتنظم أكثر، ويكون لنا مثلا برامج، ويكون لنا عطاء أكبر. فأعتقد المقر هو العقبة الرئيسية أمامنا الآن. ما هي أهم المشاريع والخطط المستقبلية في حالة إذا حصلتم على المبنى أو المقر؟ بدون شك إحنا يعني نتطلع إلى عمل معامل مشتركة، عمل مصانع صغيرة مشتركة، نتطلع إلى عمل تشبيك في التجارة واستيراد وتصدير. يعني البنات عندهم تطلع انه يجيبوا بضاعة بنفسهم مباشرة من الصين،
يتطلعوا مثلا إلى أنهم يعملوا من نفوسهم إكسبورت اللي هو التصدير. فالبنات عندهم تطلعات وآمال كبيرة إن شاء الله، يعني كل واحدة تقول يا رب أعيش بس عشان أعيش، يعني أشوف هذا الوضع اللي يتحسن. فأنا عندي أمل إن شاء الله يا رب يتحسن. أستاذة كلثوم النواصري، رئيسة اتحاد مالكات المشاريع الصغيرة بعدن، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. ولا يزال أحد أهم المعالم السياحية والأثرية في اليمن، وهو شاهد على الحكم العثماني وعهد السلطنات، دار العرائس، حكايتنا في هذه الحلقة. على إحدى ضفاف وادي تبن الشهير شمال محافظة لحج، يستوقفك موقع أثري كان ولا يزال أحد أهم المعالم الأثرية والسياحية في اليمن. يعود تاريخ الموقع أو ما تبقى منه إلى آلاف السنين، وخلال القرنين الماضيين ظل شاهدا على أهم الأحداث التاريخية أثناء التواجد العثماني في اليمن وعهد السلطنات فيما بعدها. هذا الموقع بدار العرائس، وهذه الأطلال هي ما تبقى لقصر عثماني بني قبل ما ينف عن قرنين من الزمن، على أنقاض موقع أثري قديم يعود تاريخه إلى فترة ما قبل الإسلام كما تشير المراجع التاريخية. دار العرائس نسبة إلى المنطقة التي يتواجد فيها، وزاد من شهرتها حديثا جسر العرائس الذي يصل شرق الوادي بغربه، وأنشئ قبل عقدين ونصف لتسهيل حركة السير في المنطقة التي تبعد عن مركز المحافظة 12 كيلومترا. الدار بطريقة تعكس الطراز المعماري الذي تميز به اليمنيون قديما، وبنيانه الطيني الممزوج بنشارة الأشجار شاهد على حضارة يمنية موغلة في القدم. من عشر اتخذ منه العثمانيون قصرا لإدارة المناطق الخاضعة لحكمهم في جنوب اليمن، وبعد خروجهم في القرن التاسع عشر اتخذت منه السلطنة العبدلية منزلا، وآخر من سكنه من السلاطين الأمير فضل عبد الكريم العبدلي. يتكون القصر من 5 صفوف، ويظهر منه بقايا جدار يمتد من الشمال إلى الجنوب بطول 7.5 مترات، يتعامد على جدار آخر شرقي يتساوى طولا وارتفاعا وبمسافة تتجاوز 4 مترات لكل اتجاه. تشير بعض المراجع التاريخية إلى أن موقع دار العرائس يعد من بقايا مدن الوادي، في إشارة إلى وادي تبن الذي تعود أهميته التاريخية إلى العصور القديمة، وظل حتى وقت قريب مزارا سياحيا يقصده اليمنيون من مدن مختلفة للاستمتاع بجمال الطبيعة. Thank you.
قديم وجد بالقرب من سد مائي يقال بأنه ثاني أكبر سد في اليمن بعد سد مأرب العظيم، كما عثر فيه على نقوش قديمة كتبت بالخط المسند. هذا الموقع الأثري محل جدل واهتمام الباحثين والمختصين بالآثار، باعتباره كما يعتقدون أحد الشواهد التاريخية على الحضارة اليمنية القديمة. خلال الأعوام الثلاثة الماضية فقدت منطقة العرائس أهميتها الزراعية والسياحية، وأغلقت بحواجز إسمنتية في وجوه الزائرين والمزارعين لتواجدها بالقرب من قاعدة العند الجوية التي تتخذ منها قوات التحالف العربي مركزاً للتدريب وإدارة العمليات العسكرية في حربها ضد ميليشيا الإنقلابيين. فن وريشة وألوان، لكنها ليست للوحة وإنما لفن وضع الميك اب الذي تميزت فيه أرزاق جبران وجه المدينة لهذه الحلقة. أرزاق جبران فتاة عدنية اختارت طريقا مختلفا في عالم المكياج، حينما قررت قبل أعوام أن تتعلم فنون الميك اب ارتست لتخط بداية جديدة لفن لم تعرفه السيدات بعد في عدن لتصبح لاحقا إحدى مشاهيره. تعلقي بمجال الميك اب بدأ من عمر 4 سنوات، بدأت لعب بالميك اب بأدوات الوالدة، بما أني كمان يعني أحب الرسم ويعني هواية الرسم منذ الصغر، كنت أقوم يعني بالرسم على وجهي بالشخبطات، ولكن بدأ شغف الميك اب كوظيفة قبل حوالي 10 سنوات، بس ما بدأت شغل يعني أكشن إلا قبل سنة تقريبا بعد ما تخرجت من الجامعة. الميك اب هو فن لم يأخذ حقه من الاهتمام في اليمن كبقية الفنون، كما تقول أرزاق جبران له العديد من المجالات والأقسام كغيره من الفنون، وله أسرار لا يدركها إلا المختصون فيه. شخصيا أرى بأنه مجال أو فن الميك اب في عدن لم يأخذ حقه بما فيها الكفاية كبقية الفنون مثل الرسم أو التصوير، أرى أنه يعني محدود باتجاه معين اللي هو الميك اب اللي يسمونه سبيشال ايفنتس اللي هو للمناسبات سواء اعراس او حفلات، لكن في بقية المجالات احس انه الناس ما فيش عندهم الدراية الكافية بهذا يعني بهذا النوع من الفن. هو له العديد من الاقسام مثل الاديتوريال ميك اب اللي هو اللي يستخدم في المجلات، في اللوكات اللي تكون غريبة، في التصوير السينمائي، تصوير البرامج، هذا كله يعني ينطبق تحت يعني الميك اب او فن الميك اب، ولكن يختلف اختلاف كبير من قسم لآخر. كونك ميك اب ارتست يختلف كثيرا عن الكوافير والمكياج العادي، فالاول فن مرتبط بعلم البصريات والخبرة بالالوان ومقدرتها على ابراز الجمال، ويحتاج لإتقانه خبرة طويلة، فيما الثاني يمكن لأي سيدة إتقانه. طبعاً ما بين ما يسمى بالكوفير محلياً أو الميك اب آرتست يوجد فرق كبير، ولكن طبعاً قلت لك بسبب قلة الدراية ناس كثير يظنوا بأنه نفس المجال، لكن الميك اب آرتست هو مجال مرتبط
بالرسم بشكل كبير جدا، يعني بالبصريات أو بعلم البصريات كيف تظهري يعني، أو كمان بعلم الألوان كيف يعني تناسقي ما بين الألوان، كيف تخفي ألوان، كيف تظهري ألوان، يعني علم الألوان وعلم الرسم مرتبط ارتباط كبير بفن الميك اب. ولكن ممكن في ناس كثير زي ما قلت لك لأنه ما فيش جهات رسمية متخصصة بهذا المجال ببلادنا، أو ما يعتبرونوش كفن مثل باقي الفنون، أو ما يدرسش بالجامعات أو بالمعاهد الخاصة، لذلك بقى أي حد ممكن يمارس هذه المهنة، يعني إذا يحب الرسم أو يقدر يعني متوفرة عنده الأدوات ممكن يمارس هذه المهنة، بس هي أساسياً تعتبر فن من الفنون. الميك أب ليس زينة مجردة، فهو كما تقول أرزاق جبران فن مرتبط بعلم الكيمياء وعلم الفراسة وإظهار الشخصية بطريقة معينة، وهو يحمل في طياته رسائل عديدة تعتمد على نوعية الميك أب المستخدم والمناسبات الاجتماعية. مجال الميك أب شخصياً أراه أنه مرتبط كثير بثلاثة مجالات، أولاً زي ما قلت لك مجال الرسم والألوان، المجال الثاني اللي هو علم الفراسة اللي هو متعلق بمعاني معالم الوجه أو شكل العيون، شكل الحواجب، الأنف، رسمة الوجه، هذه كلها لها تفسيرات تحلل شخصية الإنسان أو تحلل جوانبه الفكرية، هذا كمان متعلق بعلم الميك اب. بس اللوكات اللي مثلا تجي تظهر فيها شخصيه شريره، شخصيه انيسنت او بريئه، مثل الميك اب الكوري يراعوا هذا الشيء، انه ضروري يعني تعملي حاجه مناسبه لهذه الملامح. وايضا علم الكيمياء، لانه مثل ما نحن عارفين انه الكوزمتكس او الادوات التجميليه مكونه من مواد كيميائيه، والارتست يعني الشاطر هو اللي يعرف يفرق ما بين الادوات. فمثلاً بعض أنواع البودرات كثير يعني يشتكوا ويقولوا ليش هذا البودر لما نعمله أحس إنه بشرتي كيكي أو فيها طبقات، هذا بسبب إنه مكونة مادة التلك يعني بنسبة كبيرة، فالأفضل إنك تستخدمي مثلاً منتجات يكون فيها هذه المادة بنسبة قليلة. ومن هذه الناحية صعوبات وعوائق كثيرة لا زالت تواجه فن الميك اب والعاملين فيه، ليس أقلها نظرة المجتمع، لكن أرزاق جبران استطاعت بقليل من الصبر وكثير من الطموح المضي قدما في حلمها. طبعا نظرة المجتمع اليمني أو العدني للميك اب آرتست في الفترات الأخيرة أحس أنه بدأت الناس تتقبله كفن من الفنون، بدأت تأخذ الجانب الجميل من هذا الشغل. قديما كانوا يشوفوا أنه الكوفير هي عاملة مثل أي عاملة، يعني مثل الحداد أو النجار، يعني كأنه مهنة، لكن الآن أحسه بدأت الناس تتقبله كفن. طبعا هو في صراع بيننا وبين العادات والتقاليد، وأنا واحدة من الناس اللي عانوا كثير من هذا المجال بسبب يعني الأهل وعاداتهم وتقاليدهم بأنه ما ينفعش بنت تشتغل بهذا المجال. بس طبعا الإنسان إذا أصر على الشيء اللي يحبه كل إذا أنت يعني إذا الإنسان أصر على الحلم حقه الظروف تتغير حسب وجهتك أو حسب الشيء اللي أنت حابة توصلي له. استخدمت أرزاق جبران السوشيال ميديا للتعريف بنفسها وبفنها الذي احترفته كمهنة، وهي مهمة قبلت بالكثير من التشجيع والانتقادات، ولكنها كانت بالنسبة لها دافعا للانطلاق وحافزا على الاستمرارية والإبداع. طبعا أنا أول ما بدأت مجال شغلي بدأته بجروب صغير بالفيسبوك، وهو جروب يعني خاص عشان إنه أنزل فيه شغلي وصور يعني بنات وكده. وبدأت ببداية الأمر بدأت أمارس هذه المهنة كأنني أستخدم عيوني أو عيون صديقاتي كعارضات، ما بدأت كميك اب آرتست أشتغل وأحصل مردود مادي زي ما قلت لك بسبب يعني نظرة أهلي وما كانوش متقبلين هذه الفكرة. فكنت أنزل دروس كيف تعتني ببشرتي، كيف تختاري الفرش المناسبة، يعني دروس عشان يتسهل لهم موضوع الميك اب،
هذا كان في البداية. بعد كده فتحت حسابات بالإنستغرام بالسناب شات، والحمد لله في متابعين كثير من اليمن وخارج اليمن خصوصا بالسناب شات. على قد ما حصلت حب ودعم من ناس كثير أعرفهم وناس ما أعرفهمش وقفوا معايا، على قد ما حصلت ببداية الأمر العديد من الانتقادات اللادعة من أشخاص كثير ببداية الأمر ما تقبلوش الفكرة. يعني أنا يمكن بدأت بفترة كان ما فيش حد يعرض عيونه أو وجهه شخصيا ويعرض فيه ميك اب كموديل، يعني أنا كنت الأرتست والموديل بنفس الوقت، فحصلت العديد من الانتقادات والناس انتقدوني كيف يعني تعرفي مجتمع احنا كيف تنزلي هذا فتناها مش عارفة ايش، ولكني طبعا اصريت يعني على حلمي، وعلى قد ما حصلت يعني ردود وما زلت محتفظة به طبعا لحد الآن، ما مسحتيش او ازلتي من جروبي علشان تكون مثل الذكرى تذكرني انه انا كيف قدرت اتخطي كل هذه الصعوبات وكل هذه السلبية والنيجاتيفيتي بدعم أولاً أهلي وبدعم صديقاتي وبإصراري على حلمي أنني بوصل حتى يعني لو الجميع انتقدني. تطمح أرزاق جبران أن يحظى فن الميكاب بكثير من الاهتمام على المستوى الرسمي ويدرس كفن في الجامعات أو معاهد الفنون الجميلة، وعلى المستوى الشخصي تطمح أن تتلمذ على أيدي مشاهير خبراء الميكاب أرتست الذين ذاع صيتهم حول العالم، وبأن تكون لها ماركتها الخاصة التي تتميز بها عن غيرها. شغوفة بمجال الميكاب ونفسي أني يصبح الميكاب علم أو فن يدرس بالجامعات مش فقط كمناسبات أو أنه مهنة أستقبل عليها مردود مادي، لا، أشتي أعرف الناس بأهمية الميكاب وأنه الميكاب في مقولة معروفة أو مشهورة تقول ميكاب should enhance not mask، يعني الميكاب مفروض يظهر جمالك الطبيعي مش يغطيه. عندي العديد من الأحلام مثل ما قلت لك أولاً أنني اتلمد على يد المدرسين الأساسيين لعلم الميكاب، إلى جانب أنه نفسي أعمل لاين كوزمتكس أو خط ميكاب يكون خاص فيبي، إن شاء الله حابة أنه يبتع بشركات عالمية مثل سيفورا وألتا إن شاء الله، ويكون هذا المجال أو هذا الكوزمتيك هذا اللاين من الميكاب يعبر عن شخصيتي بالميكاب اللي هو نظرتي للجمال، اللي يكون الميكاب الغير مبالغ فيه اللي يظهر جمال بشرتك، يكون مصنوع من مواد طبيعية من ضرش البشرة، لأنه أنا أهم حاجة عندي أنه تستخدمي مواد أصلية، مواد ما فيهاش مواد سامة، علشان أول شيء بشرتك، لأنه بالنهاية الميكاب بتغسلي وبيروح بتبقى بشرتك، إذا أنت استخدمتي مواد ضارة على مرور الزمن بشرتك بتتضرر، بتظهر لك تقاعيد كده، يعني انت ضروري تاخدي يعني او تستخدمي الرسمه المناسبه لشكلك وملامحك عشان تظهري جمالك، مش يعني انه في رسمه معينه لجميع الاوجه، كل وجه او كل عين له رسمه مختلفه، انت ضروري يعني تظهري هذا الجمال بشغلك، يعني كانه الوجه كانفاس او لوحه وانت ترسميها مثل ما انت حابه. إلى هنا مشاهدينا الكرام انتهت حلقتنا لهذا الأسبوع، في أمان الله.